السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء الفضلاء الكرام. هذه خلاصة عشبة سان جونز والشمر وأعشاب أخرى يعمل على إذابة الدهون السيليزية تحت الجلد وإزالة الكرش ويعالج انتفاخات القولون، يحلل المغص المعوي والكلوي، يساعد على فتح سدد الشرايين ويحرق الدهون والشحوم المتراكمة في الدم والجسم. خوش ويسان عزيزان أما مجموعة أعشاب يكاد خوما درستيكين بدس خوما طبيعية سرشتية سطلة سرسات بو كرشيبان بو تشوري وشتاني بو ناو تشوري خين بو بز ناو خين بو وانوا يعني قصر وشتاني بكان بو معدة بو قولون تشاكا امساك وقبضي وشتاني نايلي مجموعة أعشاب يكاد سرشتية وزور زور شاكا الحمد لله. بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.